كما شفتوا مع في الدرس الاول درنا خدينا القياسات ديال السيده ديال الفصاله. اليوم غادي نحاولوا نخدموا هذوك القياسات مع القواعد على الباترون، وانتم عاد من بعد غادي نطبقوهم على الثوب. غادي تعرفوا اليوم القواعد. بسم الله غادي نبداو. حنا غنديروا واحد اصلا هذا الباترون طويله على جوج، بحال حنا بحال هذا هو القدام ديال الثوب مثلا. غادي ندير واحد السطر هنايا واحد سنتيم غنهبطو بيه بحال هو الحاشيه ديال الثوب. غناخدو هنا قياس، هنايا كناخدو الكتاف مقسوم على جوج زائد واحد، كنهبطو من الكتاف كنهبطو بثلاثة سنتيم. ثلاثة سنتيم هادي من القواعد اللي كنطبقوهم ديما، أما الكتاف كيتغير من مرا لمرا، أما ثلاثة سنتيم مكتغيرش. إذا عندنا القواعد مكيتغيروش والقياسات كيتغيرو. هنا كناخدو تسعود سنتيمتر، 11 سنتيمتر. هاد القواعد ديال الجلابة الإيفازي. كنصيلو هاد النقطة ديال التسعود مع 3 سنتي، هذا هو الكتاف فاحنا قديناه. دونك دابا من الكتاف كنهبطو كنقلبو على صدر الفنجة، كنهبطو من الكتاف بعشرين سنتيمتر بحال هكا، وكنديرو دورة الصدر مقسومة على 4 زائد 4. انا ما خدمت لكم حتى شي قياس معين باش نعرف، انا غير القياسات دابا حطيتهم تشكيليا، يعني غير كنقدر وكنحط، ولكن باش نوريكم ان كيفاش تخدموا بهم مع القواعد. دابا انا ما خدمتش لكم شي قياس معين ديال شي سيده. دابا مثلا هذه هي النقطه ديال دوره السد، غنهودو شي 5 سنتيم بحال هكا، وغنديروا نقطه اخرى ديال دوره الصدر مقسومه على 4 زائد 4. كنهبطو بهذا الخط حيت من جوج نقطات يمروا مستقيم. هذا الخط كنسموه خطو الصدر. علاش خطو الصدر؟ لان هذه عندنا هذه القطعه هنايا دوره الصدر مقسومه على 4 زائد 4، وهذا الخط موازي مع اذا هذه القطعه كتساوي هذه القطعه كتساوي هذه القطعه كتساوي هذه، غاديين كلهم متساويين. دابا هنا غنقلبوا على التركيز. التركيز كنديروا 1 سنتيم حدا 3 سنتيم حدا 3 سنتيم ديال الكتف اللي هبطنا معاها، وكنقلبوا على نقطه التركيز فين جات. عندنا التركيز الا كان عند السيده مثلا 18 هنا، الا كان 20، الا كان 22، حسب السيده فين غيكون لها التركيز ديالها. مثلا هنا غنديروا 21 هو التركيز ديال السيده. دونك هذه هي النقطه، نقطه التقاء التركيز مع الصدر. وهذه القطعه كتسمى دوره الصدر مقسوم على 4 زائد 4. كنهبطو في هاد خط الصدر كنهبطو ب 12 سنتيمتر باش نلقاو دورة الحزام مقسوم على 4 زائد 4. هاد دورة الحزام ولا دورة الصدر مقسوم على 4 زائد 4 اشنو كتعطينا؟ كتعطينا هي الربع ديال الجلابة. دونك حنا خدامين في الربع ديال الجلابة، عندنا هذا ربع وهذا ربع، يعني عندنا هذا كله الامام ديال الجلابة. غادي نقلبو على دورة الصدر دورة الحزام
مقسومة على 4 زائد 4. مثلا هذه هي القياس ديال دورة الحزام مقسوم على 4 زائد 4. كنمشيو في هاد خط الصدر وكنهبطو ب 24. هنا قلنا كنهبطو ب 12 سنتيم وهنا 24 سنتيم. باش نلقاو الحوض هادي دورة الحوض مقسوم على 4 زائد 4. غنهبطو الجليل. الجليل دائما كيكون عندنا 45 في الجلابة الإيفازي العادية. المرأة اللي عندها القياس عادي، بالنسبة للمرأة الغلظة بزاف نقدروا نديروا ليها اللي كتلبس تخواميت في الجلابة، راه كل وحدة عارفة القياس شحال كتلبس. اللي كتلبس مثلا تخواميت في الجلابة كنديروا لها جليل 50 على حسب الحوض ديالها، كيكون كبير ولا ستار ولا طول ولا تكون هي طويلة مزيان. صافي كنديروا 45 هنا في الجليل. كنطلعوا في الجليل ب 3 سنتيمتر في الجنب. هذا هو عندنا الامام اللي فيه سنتيم ديال الحاشيه، دونك في الجنب كنهبطوا ب 3 سنتيمتر باش يجينا الجليل ضير. باش ملي كنديروا هكا مستقيم وكنصلحوا الجلابه، راه كنحسوا بان الجليل هابط لينا، القناص ديالو هابطين. دونك ملي كنطلعوا بها 3 سنتيمتر كيولي لينا الجليل ضير. ها انتما كناخذوا النص ديال هاد القطعه ديال 45 بحال هكا وكنطلعوا الثلاثة. هانتوما غتشوفوا بان الجليل غيولي عندي ضير. دابا غنصلوا هاد النقاط اللي درنا، غنصلوهم كلهم باش يبان لينا الربع ديال الجلابه. نبداو بال ناخذ البيروكي ديالنا وغنبداو بالكول. الكول هو هذا، هاد النصف ديال البيروكي كيكون مقاد مع الحاشيه ديال الثوب، والبطن ديال البيروكي كيكون دائما داخل الرسم. هذا هو البطن ديال البيروكي داخل الرسم. كندوروا الاتجاه الاخر باش ناخذوا التركيز ديالنا. التركيز نورمالمون هاد النقطه كتكون ديال النص قريبه من نقطه التقاء التركيز مع الصدر. البطن ديال البيروكي كيكون في نقطه الحزام. صافي كنكملوا دابا بالمسطره. كنظن ان الرسم دابا ولا مفهوم. هنا عندنا الجليل وهنا دورة الحوض مقسومة على 4 زائد 4 تابعة لدورة الحزام، دورة الصدر، جلابة الكل ديالها كيكون تسعود افقي على 11 عمودي. كنهبطو ب 3 سنتيمتر ديال الكتف باش تقاد لينا الكتف ديالنا. دابا كنظن ان الرسم مقاد. لكان شي اشكال ولا شي حاجه كومون ديروا لي في التعليقات، وان شاء الله نعاود لكم اي مشكل كان عندكم ما فهمتوش نعاودو. انا غنقطع دابا غنقص الضفات باش نخدم لكم الظهر. انت كتبداي القص من الجهه اللي ارتحيتي ليها.
هادو هما الطوفات، انا غنوريكم كيفاش الطوفات غيكونوا. ها هما الطوفات ديال الجلابه، ها هما جوج. بغا نشوفو مع بعضياتنا الظهر كيفاش غنفصلوه. الظهر كيكون الثوب كيبقى مطوي على جوج، وكاين الجهه اللي مسدوده هي اللي غنخدموا عليها دابا، وغنحطوا فوق منها دوفا ديال الامام، وغادي نخرجوا الحاشيه ديال الثوب. ضروري هاد الحاشيه كتخرج، لان ما محسوباش في العبار ديال السيده، في القياس ديال السيده ما محسوباش، لاننا واخا نبغوا نخدموا جميع الخياطات اللي عندنا، واخا براندا ضروري كنحيدو سنتيم، كنحبكو سنتيم عاد كنخدمو بالسفيفه. كنركبو الكابلي هنا وكنقلبو سنتيم، وكنركبو الكابلي وكنقلبوه وكنركبو السفيفه، يعني في كلتا الحالتين ما كنخدموش بالحاشيه. بحال هكا ثبتناها مزيان. دابا غنشوفو علاش غنبداو ان شاء الله. كاين جوج اختلافات عندنا في الظهر على الضوفه. عندنا الاختلاف الاول كاين في الكول، والاختلاف الثاني كاين في الحزام. الكول كتكون الحاشيه بحال هكا، كنهبطو بجوج سنتيم، وكنخدمو بحال هكا بالبيرو. مع التعود راكم غادي تولوا تخدموا بها غير بايديكم، ولكن من الاول من الاحسن الواحد يخدم بالبروكي. وغنبقاو تابع الاطار بحال هكا، باش من نحيدو الضوفة جينا تقطع سهل ديال الظهر. فكنخدموا بحال هكا. عندنا الاختلاف اللي عندنا هو هاد النقطه ديال الحزام، ديما كتكون داخله الا شفتوها على الصدر، الصدر علاش كتكون داخله؟ هذه هي الجلابه الايفازي، كنعرفوا بان الايفازي كندخلو على جوج سنتيم. معظم القياسات كنلقاو بان جوج سنتيم، الا في حاله المراه الا كان عندها البطن كتكون الاختلاف بين الصدر والحزام سنتيم واحد، ولا كانت رقيقه بزاف من الحزام ديالها كنلقاو 3 سنتيم. دابا هاد الحزام كنرشمو بحال هكا وكنحيدو بحال هكا هنا الامام، وكندخلو بسنتيم واحد باش ما يجيناش الظهر، باش ما يجيناش الظهر واسع من اللور ديال السيده. وكنمشيو مثلا الحوض هو هاد السطر، هو هذا اللي غادي معاه، كنخرجوا من هذاك السنتيم للسطر نيشان. صافي ها مع بعض، صافي وكنمشي. هذا هو الاختلاف اللي كاين، شفتو جوج اختلافات اللي كاينين. كنظن هذا الشيء راه واضح. كنقطعو كنتبعو التراساج اللي درنا. هذا هو الظهر احنا صيدناه، ممكن نحلو دابا وغادي تشوفوا الظهر صيد. هذا هو الظهر ديالنا، وهذا الامام. صافي كنظن هادشي مفهوم ان شاء الله.
وان شاء الله الدرس الماجي غادي ندير لكم باش ما نكترش عليكم كلشي في دقه واحده، كندير داكشي بالتفصيل باش الله تشدوه بشويه بشويه. والدرس الماجي ان شاء الله غندير لكم الكم والقب ان شاء الله ديال الجلابه.